إيكم مو من أربعة كمان، من أقل من أربعة، من ثلاثة سنين. صح. المرحلة العمرية من صفر إلى ثلاثة سنين نسميها المرحلة الذهبية، مرحلة الاكتشاف. الناس حيقولوا لي صفر مرحلة اكتشاف، طبعاً الطفل بيتعلم كيف يرضع، بيكتشف متى يكون جيعان، بيكتشف متى يحتاج يبدل، بيكتشف إنه دي ريحة مامته، ده صوت أبوه، ده صوت مامته. فهو من صفر لين ثلاثة سنين كل شيء حوالينه بيتعلم، وسبحان الله وعامل زي السبونج، يسحب كل شيء. المفروض إنه إحنا ليش بنقول من أربع سنين؟ وهذا السنة اللي بيدخلوا فيه الكيجي الروضة، فإحنا بنقول إنه من المفترض من بداية العمر ده نبدأ نعلم أولادنا. أكيد هي معلومات صعبة بس بالتدريج. حقول شيء، كلنا أولادنا أول ما يبدأوا كده يصيروا سنة ونص، إيش بنسوي؟ نقول لهم فين خشمك، فين عينك، صح ولا لا، فين فمك، بس ونوقف. لو جرب يسألنا فين مش عارفة إيه نرتبك وما نرد عليه. هذا الشيء يخلي عند الطفل كده علامات استفهام كبيرة. أنا ليه شكلي كده؟ أختي ليه كده؟ ماما ليش شكلها كده؟ أنا كيف جيت على الدنيا؟ هذه مرحلة متقدمة. مليون مرة سألت هذا السؤال. هم في السن من سنة ونص لسنتين أول اكتشافهم لشكل جسمهم. تلاقي ماما إيش هذه؟ رجلي، هذه إيش؟ يدي. من المفترض إنه إحنا نكون مرة في هذا الموضوع دقيقين. زي ما بقول له عيني، بقول له هذا خشمك، هذا فمك، أسميه العضو التناسلي باسمه الحقيقي. صح. كثير أتحفظ على الأمهات والأبهات اللي يدلع. الفراولة، الليمونة، العيبه من الكلمات الوحشة. ليش تسميه عيب؟ هو ما هو عيب. صح. فلازم تعلموه. ممكن كل أحد يختار كلمة، ترى سواء اللغة العربية أو أي لغة فيها كم كبير من المفردات، نستخدم الكلمة اللي ممكن نستخدمها ونفهمه إنه هذا جزء طبيعي من جسمك. زي مثلا ما نبغاك تجري وتطيح فلا تتكسر إيدك، كمان ما نبغاك مثلا تكشف المنطقة دي عشان لا تتأذى. هذه في بداية السنة ونص سنتين. بعد كده على ثلاث سنين يبدأ يقول ليه ماما شكلها كده، بابا كده، عشان إحنا كل ما نكبر يا بابا جسم ولدي يصير جسم ماما كده. في حاجة تصير دائما انه الام والابو يبطلوا يصير بينهم علاقة طبيعية، يعني ممكن الابو داخل يطبطب على مراته ويسلم عليها، لا، مارسوا الحياة الطبيعية في الحدود الطبيعية عشان يعرف انه هذا طبيعي. انه دولة بابا لما تكبروا يصير عندك زوجة في البيت، لما تتزوج. في كثير بتحصل حادثة انه ناس كثير تلاقي الولد الصغير في البيت في سن يجي يصير بانك، عمل مش عارفة كشف بنت عمه، راحت هي واختها لعبوا لعبة غريبة وشافوا اجسام بعض، ونبدأ نصير بانك ومين تحرش بيهم. طبعا انا مرة موضوع التحرش يهمني بالمرة. حقيقي في السن ما هو تحرش، في ذي السن هم عندهم كيريوسيتي، هو إيش ده. فلما إحنا بالضبط إحنا أول ما يقول الكلمة نخجل أو ما نرد أو نضحك أو نقول له عيب، نغير الموضوع، حيدور في كل مكان. طبعا. وأنا دائما أقول للأمهات والأبهات ولأي أحد يراعي الأطفال، لا تخلوهم يدوروا على ريسورس ثاني عشان ياخدوا المعلومة. طب سؤال، مين الأشخاص المؤهلين اللي يقدروا يكونوا الأشخاص اللي يقدروا يشرحوا هذا الموضوع؟ إذا فرضاً الأهل ما كان عندهم القدرة، لازم الأهل، هو لازم صراحة الأهل. الأهل وبالتدريج من سن صغيرة. أنا إيش بقول؟ نجينا في سنتين ثلاثة بدأنا بنقول الجسم، نجي مثلاً لمرحلة الطفولة المتأخرة اللي هو إيه، نبدأ في هرمونات بتتغير، البنت فيها أشياء. نتكلم عن أي عمر؟ الطفولة المتأخرة نبدأ خلاص من بعد العشرة، هذه طفولة متأخرة. لأنه في بلو عندهم طفولة متأخرة. المدارس طبعاً أنا جداً مؤمنة بفكرة إنه يكون فيه في الكريكولم المنهج الدراسي. إناف أنا بحس ما بي مش كثير ما بيكفي أب في ناس ما يتكلموا. بعدين هو الأفضل نحن، أنا هلا اكتشفت هذا الشيء، تبدأ الأم. صحيح. حتى أنا مثلاً قديش بجرب أتقرب لبنتي، بس عم بحس خصم مع بنت إنه في حاجز. من لما فتحت الموضوع معها والله هي تغيرت معي بنتي، صارت يعني صارت تقلي مثلاً I love you mom، ملح حس أقرب لإلي، يعني حس لما تيجي المدرسة بتيجي هي دغري تبوسني، ما بقول أنا تعب بوسيني، لأنه عم بتحس حالة أنا فتحت الموضوع للسنسيتيف معها، عم بيكون عندها ثقة فيي أكثر، احتياج تتعلم. yes. هم بيوصلوا مرحلة ليش بيصير كده، ليش انا مثلا لو مثلا سويت حركه مع بنت اختي وبنت عمي مثلا بشوف اجي يضربوني وما يفهموني ليه ضربوني. صح. او ليه خانقوني. لما نجي ندخل على سن المراهقه مثلا، هتلاقي في معلومات اخرى، كيف البلوغ،
ليش في متغيرات في جسمك وفي جسم هذا. صح. لما تعدي مرحلة المراهقة أو في نص مرحلة المراهقة المشاعر لازم نعرف معلومة، إحنا نولد بالغريزة الجنسية. صحيح. اكزاكتلي ونحن كنا على هالارض لكن هذا الشيء بس لازم نحن عفوا دكتوره انا هذا الموضوع يعني عن جد انا مبسوطه انه عم بحكي عنه ببرنامجي بجوال بلا فلتر ومبسوطه انه عملت عنه بودكاست لانه هذا شيء طبيعي. صحيح. يعني هذا الشيء منه ضد الدين، يعني في ناس تجي فوتوا الدين بلا الموضوع منه، بالعكس يلي متحافظ لازم هي الام اكثر تتكلم عن اشياء علميه واقعيه تتعلم شو الصح حتى ما يفوتوا الاولاد بالشيء اللي عم بيبين او حتى ما يتحرش بيهم. اكزاكتلي exactly. لانه ارجع اقول السلوك الجنسي متعلم، لما تيجي تلاقي ولدك ولا بنتك وفي سن صغيره وتتفاجئوا، يعني انا هذا شغلي طول اليوم يعني بيعمل سلوك جنسي أعرف إنه في حد يتحرش بيهم. أوه. فليش إحنا؟ طب السؤال إذا إيش يصير في الطفل اللي ما يتم تثقيفه جنسياً من بدري؟ إحنا جايين أكون صريحة معكِ، أنا جاية من جيل وأظن كثير مننا إحنا في دي الطاولة ما كان في جايين من جيل ما كان في أي تثقيف جنسي. طبعاً. أنا رحت الجامعة أمريكا عمري 18 سنة من دون تثقيف جنسي. بس غلط. أقولك على شيء إنه غلط. أكيد غلط. أنا أكيد غلط. هل أنت حتحكي لأولادك؟ أكيد. أوكي إيه. بس أبغى أعرف كيف أنت أبغى أعرف أول شيء. كيف الأم تعمل كده؟ أنا ولدي عمره 4 هذا واحد. الله يخليك. اثنين نبي نعرف اللي ما يصير اللي ما يكون عند إذا أمه مثلا ما تقفته جنسين إيش النتيجة؟ إيش التداعيات؟ هقول لك حاجة قبلها، أنا ابني عمره بسم الله عليه خلاص حيدخل 30 سنة. ما شاء الله. لما كان عمره 7-6 سنين كنت أنا بدأت أتبنى قضية الأطفال والتحرش وكده، فأفتكر إني قلت في محاضرة لأمهات قلت لها ما تحممي ابنك نيكيد لو سمحتوا. لازم تعلم ولدك قبل ما يدخل المدرسة إنه في شيء اسمه كذا كذا كذا. في السن الصغيرة لازم الأم اللي تعلم، ولما يبدأ يكبر يدخل مرحلة البلوغ يكون الأب اللي بيعلم. قامت سيدة أنا ما أنساها أبدا، قامت من وسط الستات قالت لي أنت ست غير محترمة وأنا ما حسمعك للآخر. أنا هذا الكلام إلى الآن أقول الحمد لله ولدي كبر وصار راجل وتزوج وما تعرض لتجربة إذا، لأنه كان يعرف هو أو بناتي يعرف أنه في شيء اسمه تحرش. دائما نقول إحنا المختصين نقول لماذا يصمت الأطفال لما يتعرضوا للعنف للتحرش. نعم. هو مفهوم. أنا حابة أنه توجهي هذا الكلام للكاميرا للمشاهدين، عندك الكاميرا رقم 2 وجهي للأهالي كنوع من أنواع التثقيف في التربية الجنسية والتوعية، لأنه هذا شيء واجب صراحة. دائما نقول ليش بسرعة. يصمت الأطفال لما يتعرضوا للإيذاء، ما هم فاهمين، هو ما يعرف لما أقرب الناس له اللي المفروض يأمنوه هم اللي بيأذوه، هو ما يعرف إيش يعني سلوك جنسي، ما يعرف ليش أحد بيتحرش بيه، فيصير يتأذوا. فأنا بس بقول زي ما بنحاول نتعلم كل شيء وخصوصا في الجيل الجديد نقدر نعلم أولادنا بثقافة بسيطة. أبسط حاجة حديكم مثلا، بدل لما تيجي الابن يقول لي أنا يا ماما كيف ولدت، في أمهات يقولوا لهم كلام وحش، يقول لهم انتوا زي الاخراج، سوري الكلمه، انتوا بتقللوا من قيمه ابنكم ولا بنتكم، بيشعروا انهم دنيئين. لكن انت ممكن تستخدم التكنولوجيا الان انك تفتح اليوتيوب مثلا، تفتح اي شيء تقول له في شيء اسمه بويضه، حيوان منوي، يحصل كذا، وبعد سن اكبر تبدا تشرح له انه هذا الموضوع كيف بيصير. احنا نقدر نخترع الطريقه السلسه، كل ام او كل مربيه او كل شخص قريب من الطفل ممكن يكون عنده وسيله ثابتة يعرف يوصل بها الرسالة بهدوء. ليش أنا أقول، أنا دائما يجوني أمهات لا أنا أخجل أقول لبنتي، هو مو عيب عشان تخجلي، أنا أخجل أقول لبنتي حتى بيسك يا جماعة البيريود. أنا دكتورة اللي تعلمته أنه نشوف صور مرسومة. صحيح. يعني هذه واحدة من الحلول. يعني مثلا أنا أحكي مع إلا عن العضو تبع الرجل والمرأة بالمسميات. صحيح. إحنا مع الأسف مضطرين.